بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. سوق التمر رانا فيه توكية اليوم الجمعة أول ماي أول ماي يا أخي. بقداه التمر أسيدي؟ التمر اليوم راهو بعشرين ألف. هذا بعشرين العرجون؟ عرجون الله يبارك. استنى شوف، وهذا بخمسطاش وشمروخ منا بخمسطاش، هذا بعشرين ألف. ها ها التمر، تمر البلاد. وهذا بقداه أسيدي؟ هذا بخمسطاش. هذا خمسطاش ألف، هذا زيد هل لنا هذا 150 نظن. لا 15، هذا ب 15000 اخاوتي. واش تحت؟ تحت ها ونقلبوا ها. بين لهم اسيدي التمر. هذا قلنا خو قداه قلنا هذا. ها هيا اللي كلمني رجلك هيا. خذ راحتك علي انا. ناني صفيت توكي تاع لله صفتي. ها ودريس. هذا بقداه قلنا؟ 15. 15000 هذا اخاوتي. ها والعرجون راهو ب 20. العرجون ها الله يبارك. ها ها هاي هاي منها ها ها ب 20000. الرخايف يا اخي رخايف. وهذا منه اعطيتني 20 وكل 20 ب 20 10000. انا قاعد ساعه او قاعد ارتاح او قاعد اخر مروج. هاي ربي يجيب الخير ان شاء الله. امين. ربي يعاونكم. هاي يا ربي يعينكم. يا الغرس بقداها؟ 15000 الناس الملاح. اه يا الناس الملاح. ملبوسه ولا غرس؟ غرس غرس تاع البعلي. 15000. وتاع البدون؟ تاع المقابره وخير. استنى هل لنا بدون هل؟ هل بين لها من ربي ذلك على سنة. ها والغرس؟ 13 هذه ملبوسه. ها والغرس. وش يقولوا له وش يسموه في اللاق؟ خوابي. في اللاق الخوابي. بكري ناس سوف يديروا فيه في الخابية، الخابية هي تحت الأرض. ها والغرس؟ 15 برك الغرس. ها 15. ها ها والخير. ها والخير. ها وربي يبارك. ربي يبارك. ربي معسل يا اخوي. الله يبارك. هاي ها ها والخر الرخايف. زيد وش كاين اخر عندكم منه؟ سي عبد الحق صحيت. السلام عليكم. يا السلام عليكم الناس الملاح. السلام واش دري؟ بقداه التمر عندكم؟ هالسمع هذا. هذا 35. هذا ب 35 وهذا هذاك 25000. 25000 جاي شوف. اه تلقى ب 35. 35000 هذا. اه يا سيدي تحت الفوق هذاك. اه مثلا زيد. وهذا وين قداه؟ هذا كل 35. اه سيدي 35000. اه تاع البلاد ب 25. جات تشوفوا 25000 تاع البلاد. ها رسومة التمر تو كلها. زيد واش كاين اخرى انواع اخرى؟ هذا وين قداه؟ هذاك 20 تاع البلاد. 20000. هم ما يبانش بها في السنة. لا يبان. لا يبان. 20 هذا الفراك ب 20000. اه. وهذا تاع الطوق ب 35. فريقو عادي بوزيتيف هذه بدات سوسه. هذه بوزيتيف نيجاتيف نعم. وهذه؟ 35. 35 الشمروخ. اه. هذه نوعية سمحة. تحت الفوق هذه. كل فوق كله طب كل. ها وخاوتي. ها والخير يا سيدي. ها وطاحت تمر قول لهم هي يشرى. ما كاين تصدير لا والو ياسير باش يطيح. ربي يجيب الخير ان شاء الله وخلاص. بالله مرتين العام اللي فات ندخل الغروس وما قدرت نشري. من الغلاء تاعه في الاول هذا في انتاجه. هيا منا بقداه هذا؟ هيالي هيالي. أنا جايك. هذا بقداه هذا؟ طميني وش حالك؟ بس سبايا صح رمضانك. بقداه هذا؟ هذا رانا تو حنا نبيعو 25. 25000؟ اي هملتو النخلة يا هرسوف. اي لا خير كبير. هذا بقداه؟ خير كل مرسوح وين الجزائري. هذا بقداه؟ هذيك ب 40. هذيك ب 40 قال لك 40000 طوقة هذه. نعم. وهذه وين؟ طوقة حتى هي تبدل منظرها عليكم هيك حالة شوي. يلا غالب.